السلام عليكم. عاش هاشتاج كنا عملناه في برنامج وكل روح رياضية، وكان عمل صدى كتير. بس النهاردة بقول عاش لكل اللي موجودين في الصحة والجمال. عاش من إدارة رئيس مجلس إدارة القناة الأستاذ عبد الحميد توفيق، كل التحية وكل الدعم اللي موجود. تحية لولي الدين، تحية للأستاذ جمال عبد العظيم، تحية للأستاذ خالد الناكر، تحية للأستاذ محمود رواش، تحية للأستاذ وليد عمارة اللي موجود معانا بيخرج الحلقة، تحية لشحاتة، تحية لأسامة اللي تعب معانا في الديكور ده، تحية لكل اللي موجودين، وأسامي كتيرة كتيرة كتيرة، وعزت ناس كتيرة هنشكرهم كتير. تعبوا معانا، تعبوا معانا الفترة اللي فاتت، تعبوا معانا علشان نطلع بشكل جديد شكله كويس. كان كل الدعم من الإدارة ان احنا نوصل بشكل كويس نشوف الفتره الجايه، كان كل الدعم من الفنيين اللي موجودين عشان نطلع بشكل كويس. تحياتي ليهم وبشكرهم على كل الدعم اللي فات. دي البدايه. البدايه الثانيه، احنا بقالنا اكتر من 15 يوم او من 20 يوم كنا خدنا قرار، الاداره خدت معانا قرار ان احنا نطلع بشكل جديد ان كان برامجيا او فنيا. وبالفعل عملنا الخطه وعملنا اللي مطلوب وبدانا ننفذه. بصراحه اكتر حاجه كانت فاجئتني ان لقيت الموجودين في القناه ان كان موظفين او فنيين او اداريين ما سابوش حاجه الا لما كانوا بيعملوها بايديهم معانا، ما سابوش حاجه الا لما احنا عايزين نخلي الشكل ده عامل ازاي، عايزين البرامج دي تكون شكلها عامل ازاي. فتحياتي اليوم. يا ريت لو في مداخلات نبدا بيها يا شباب. طيب معانا بيه، طبعا نبدا، وده يشرف طبعا نكون اول مداخله ليا النهارده او اول مداخله على الشكل الجديد. مش هقول صديقي، مش هقول صاحبي، مش هقول غير ان هو مثل اعلى، بستشيره في حاجه كتيره جدا، بيدعمني دايما. استاذ خالد مساء الفل. مساء الهنا استاذ محمد، زي حضرتك، وسعيد جدا ان انا معاك في اول مداخله. هو انا سعيد وحزين وبعتذر. ليه؟ حقيقي سعيد بالشكل الجديد، وسعيد باللي انت بتعمله واللي المجموعة كلها بتعمله معاك، وحزين ان انا كان مفروض ابقى جنبك وبساعدك، بس الظروف حاكمة علينا اليومين دول، وبعتذر ليك عشان فعلا انا مش واقف جنبك اليومين دول. لا انت واقف وبشدة استاذ خالد، وما انساش وقفتك معايا. انت دايما بستشيرك في كل حاجات كتيرة بتدعمني، متعلق دائما. وزي ما كانت اول مداخله كان صاحب فكره الشاشات تبقى بالشكل ده كان استاذ خالد سعودي، وعملها في برنامجه في حلقه من الحلقات حزبه بيرما. وانت المهم طمنا عليك يا استاذ خالد. اليومين دول احنا في وقت صعب، معلش عليك التحمل، والقناه كلها عليها التحمل. الحمد لله. مش هنسى زي ما انت شكرت كل اسره القناه، لانهم فعلا جنود، يعني جنود حقيقيين بيمارسوا مجهود غير طبيعي، فمن أصغر حد فيهم لأكبر حد فيهم أنا بشكره شكرا جزيلا على المجهود اللي بيبذله، وبشكرك على رأس المنظومة، وقبلك أستاذ عبد الحميد توفيق طبعا ربنا يديله الصحة. معلش هستسمحك هاخد من وقت حلقتك دي. براحتك، مش هكتر عليك. لا براحتك خالص. هي رسالة، بس هي رسالة واجبة، رسالة للشعب المصري كله. هاخدها في دقيقة، وهي وقتك معاك يا استاذ خالد. دقيقة مصارحة يا استاذ محمد، معلش سامحني فيها، لازم نصارح بعض فيها. احنا دولة ضعيفة يا استاذ محمد رمضان. لا احنا دولة قوية. ماشي انا هسمعك الاخر واعقب يا استاذ خالد. هكمل لك. احنا دولة ضعيفة، ما عندهاش الامكانيات ولا الاليات اللي نقاوم من خلالها وباء عالمي او جائحة، زي ما اتنقلت من وباء بقت جائحة عالمية حاليا. فاحنا ما عندناش الاليات اللي نقاوم بيها الجائحة دي. تاني حاجة دي واحد. اتنين، لو احنا اتعرضنا للتحدي حقيقي هتكون خسائرنا كبيرة جدا كدولة. طب تلاتة بقى، الدولة المصرية اللي هي المتمثلة في الحكومة بتبذل قصارى جهدها وحقيقي على قد إمكانياتها، وحقيقي وتقييم الشخصي إنها نجحت بنسبة 90% في إدارة الأزمة. فعلا. إن لم يزيد، الدولة نجحت بنسبة 90%. في بقى نمرة أربعة في النقطة دي. إحنا بقى كشعب، إحنا كشعب عندنا مشكلة يا أستاذ محمد. أستاذ محمد الحظر بيبدأ من الساعة 7
لحد تاني يوم الصبح في غير وقت الحظر احنا بنمارس فيه كل الخطايا اللي ربنا خلقها. يعني كل الخطايا احنا بنمارس الزحمة او بنمارس التجمعات وبنمارس كل الفوضى اللي ممكن تتخيلها احنا بنمارس. هديك مثل واحد ووحيد وانا معني بيه معاك، استسمحك فيه، اتفضل. الدروس الخصوصية، السايبر اللي اتمنع واللي الداخلية بذلت مجهود في انها توقف الدروس الخصوصية. انا ممكن اقول حاجة في النقطة دي. طبعا احنا جربنا نعيش من غير ترفيه او شهوات. تمام، انا بكلمك على سلوك مصري بامتياز. الدرس الخصوصي ده اللي اتمنع دلوقتي واللي احنا بنقاوم الدروس عشان عندنا وباء، عندنا فيروس، عندنا جائحة. تخيل بقى ان الدروس الخصوصية دي بنتحايل على السايبر وبنتحايل على اماكن الدروس الخصوصية بتاعت المدرسين، ودلوقتي بقى كل 10 20 بنت يتجمعوا عند بنت في بيتها والمدرس يجي لهم يا استاذ محمد، او عند ولد في بيته والمدرس يجي لهم. يعني احنا بنتحايل على مين؟ بنتحايل على الدوله؟ يعني احنا يعني انا مش فاهم ايه ما هذا السلوك المريض اللي بيحصل. طيب هو المفترض بقى ان احنا ان الدوله تعمل ايه لما يكون هذا يا محمد بيه، لما يكون ده سلوكنا بقى احنا كمصريين. احنا اتمنعنا عن الدروس الخصوصية في السايبر عشان ترفيهي ولا عشان عندنا مصيبة في البلد؟ عشان عندنا مصيبة. عشان في طب مصيبة. لما سلوكك انت بقى كمصري ان انت بتجمع البنات بيتجمعوا في بيت او الولاد بيتجمعوا في بيت كلهم والمدرس ما انا بيجي لهم. هقول لحضرتك حاجه. بس اتفضل خالد، بص خالد، اتفضل يا حبيبي، اتفضل. الازمه دايما بتبين المواقف، بتبين مين بيبص لمصلحته او مين بيبص للمصلحه العامه. فكتير متفق مننا معاك. كتير مننا بص للمصلحه العامه، وعلشان كده الحمد لله مصر في الليفل الامان حتى الان، لسه ما وصلناش الحمد لدرجه لله الخطوره يا رب، وإن شاء الحمد الله ما لله، نوصل له إن وازمه شاء الله. هتعدي. والمصريين ادوا درس للموضوع ده، ان كانت حكومه ورئاسه وشرطه وجيش صحيح صحيح، دي حقيقة. وصحه، ادى الدرس لكل العالم ان احنا كمصريين احنا قد اي ازمه. بس لازم يطلع في مظبوط. وسط الازمه دي بعض الاشخاص اللي بيبصوا لمصلحته، بعض الاشخاص اللي بيبصوا انا، طب ما انا هخسر، طب ما انا لا، ما انا لازم اشتغل، انا هتحايل على الموضوع. لكن بيبانوا، واحنا كشعب مصري او احنا كمصريين ما بننساش دايما مين اللي في وقت الازمه بص للصالح العام ومين اللي في وقت الازمه بص لمصلحته. استاذ خالد، ده حقيقي، ده حقيقي. ده حقيقي. رجال الأعمال يا أستاذ محمد، أنا عايز أقول إن رجال الأعمال اتقسموا لثلاث فئات. الفئة الأولى بتاعتهم اللي هي الفئة الكلاس، اللي هي الأعلى فئة، الفئة دي بتهزر يعني بس أنا في آسف منهم في تراجع اللفظ. عن مواقفه يا استاذ خالد. أنا عايز أقول لك إن فئة رجال الأعمال اللي هي الفئة الوسطى هي اللي دلوقتي بتعمل أعمال خيرة، لا، ما هو دلوقتي والفئة الاستاذ نجيب ساويرس تبرع ب 100، مؤسسه ساويرس تبرعت ب 100 مليون، محمد رمضان تبرع ب 2 مليون، ابو العينين اسمه ايه، عفوا، ابو العربي، استاذ محمود العربي تبرع لا، محمود العربي فعلا صح. ده حقيقي. تمام. فالناس دي، فاحنا في الناس دي وقت المصريين لازم مش هنسوهم. نتكاتف فيه. ده حقيقي، ده حقيقي. انا بشكرك على سعة صدرك، الله يخليك. وسعيد جدا بالمداخلة دي، وسعيد وانا عايز اقول على حاجة. اتفضل. انتوا دلوقتي بتقدموا حاجة محترمة، تسلم. بتقدموا حاجة محترمة، ربنا يخليك. وكونكو تعرضوا نفسكم لانكم للشغل في وقت زي ده، وانا عارف ان هو وقت صعب عليكم كلكم، بس ده انتم مشكورين عليه، لان برضو الدوله ما ينفعش تتوقف. انا لا ضد لا لا، ان مش هتنفع الحياه تتوقف، بس تتوقف. نعمل ولكن نعمل بدون خطر، نعمل في الآلية، بحرص بالآلية بحرص اللي حطها الدولة اللي هي شايفاها لمصلحتنا، فبنعمل فيها، بنلتزم بالحظر. إن كان في استثناءات لبعض الناس بنستخدمها، وبنكون يعني بقدر الإمكان العدد ما بيكونش كتير، والبرامج قلت الفترة اللي فاتت. تحياتي ليك إن أستاذ شاء خالد، الله. وسعيد جدا بيك، وهتنورني إمتى؟ متألق دائما إن شاء الله، لو ربنا سهل. يعني أنا ملتزم بالحظر، فلو إن شاء ربنا الله. سهل الأسبوع الجاي إن شاء الله أبقى معاكم. أنا بعتذر أنا ما كنتش معاكم حلقتين كده على الهوا،
وان شاء الله من الاسبوع الجاي اكون معاكم إن شاء الله إن شاء الله. وموفق دائما ومتألق دائما، ووشك جميل على الشاشة الله يخليك أستاذ وصوتك خالد، ربنا يخليك. وصوتك فخم وقوي، وان شاء الله هتقدم لنا حاجة محترمة على ربنا الشاشة ان يخليك شاء أستاذ الله. خالد، تحياتي شكرا ليك جزيلا ليك، وتحياتي ليك، وصباح الفل عليك، مش هقدر أقول مساء الفل عليك عشان احنا عدينا الوقت، تحياتي ليك. أستاذ خالد من الأصدقاء اللي بعزهم جدا، وتحياتي ليك وتنور مكانك، ومن أفضل البرامج اللي بشوفها برضه هادفها برنامج حزبة بيرما، تحياتي ليك يا أستاذ خالد. من صديقي أستاذ خالد إلى زميلي وصديقي اللي دخل المجال يعتبر من قريب ولكن بصمة كبيرة سابها، برنامجه من البرامج اللي بشوفها قوية جدا، جميلة جدا، ضيوف تقال جدا، دخل معانا المنظومة بسرعة، بقى هو عصبي شويه بس عادي، انا واخد على عصبيته. يا صباح الفل يا استاذ شريف، صباح الفل، عامل ايه؟ الحمد لله. ايه الحلاوه دي يا استاذ محمد؟ الله يخليك، حلاوتك وحلاوه الاستوديو وحلاوه البرنامج بتاعك ده حاجه جميله بصراحه. ربنا يخليك يا استاذ شريف، انت اللي عيونك جميله فبتشوف كل حاجه جميله يا استاذ شريف. لا والله بجد يا استاذ محمد، حاجه مشرفه يعني، حاجه بقت حاجه الواحد يفتخر بيها، يفتخر ان هو مقدم برنامج في الصحه والجمال. ربنا يخليك يا استاذ شريف، وانت اضافه لاي مكان، وتحياتي ليك، وان شاء الله باذن الله بينا كلنا هنوصل لاعلى مكان ان شاء الله باذن الله. باذن الله. معاك مين الحلقه الجايه؟ بس معانا، كنا عايزين نخليها مفاجاه بس انت حرقتها، معانا كابتن هشام ياكل. كابتن هشام ياكل، نجم نادي الزمالك وكابتن ونجم منتخب مصر. ونجم منتخب مصر، وانت معانا ان شاء الله يا كابتن محمد. يا استاذ محمد انا ما اقدرش اتاخر عنك يا كابتن شريف، ما اقدرش اتاخر عنك. انت صاحب برنامج مش مذيع معانا. ربنا يخليك، ده يسعدني ويشرفني، وانت اضافه للقناه واضافه لاي مكان يا استاذ شريف. مش عايز تقول اي رساله للشعب المصري يا استاذ شريف، بس بدون عصبيه، انا عارف ان انت عصبي بس انا عايزها كده بهدوء من غير عصبيه. لا والله يا استاذ محمد مش عصبيه، انا اي حاجه مصلحه عامه بتلاقيني يعني ايه اعصابي اتشدت شويه. يعني المره اللي فاتت كنا جينا شويه على الاستاذ نجيب ساويرس مع حضرتك في الحلقه، حصل. والنهارده نحب نقول له الف شكر يا استاذ نجيب والاستاذ محمد رمضان، مش انت طبعا، الاستاذ محمد رمضان الممثل الفنان برضه جينا عليه شويه، بس برضه بنقول له الف شكر، منتظرين منك الكثير ومستنيين الباقي. ايه؟ ومستنيين الباقي. وطبعا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. في انا برضو بوجه رساله للشعب المصري، بلاش الاحصائيات على النت. ناخد الاحصائيات من وزاره الصحه. ناخد الاحصائيات من المصدر الاساسي بتاعها. يعني واحد كاتب ان احنا داخلين على مش عارف سواد وداخلين ليه 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 يعني السيد الرئيس النهارده طمنا واحنا يعني بنشكره شديد الشكر وبنقول له احنا وراك دايما ومصر ان شاء الله هتعدي الازمه دي، وباذن الله باذن الله للشعب المصري برضه ان شاء الله بقول له يلتزم بتعليمات الحكومه، والحكومه خايفه علينا، ومش مش 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 حظر سياسي ولا حظر، ده حظر خوفا على صحتنا. صح، وهي ازمه، وهي حظر. ازمه وهتعدي يا استاذ شريف، وبصراحه انا يعني عشان نعطي كل ذي حقا حقه، الحكومه واقفه، الحكومه واقفه من بدايه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجيش، بشرطه، بوزاره صحه، بنسبه كبيره من الشعب واقفين وقفه جاده جدا، تحسب لهم فعلا، واخديننا لبر الامان، وان شاء الله باذن الله ازمه هتعدي وايام بسيطه وهنرجع لطبيعتنا جدا يا استاذ شريف. لا ان شاء الله باذن الله. تحياتي تحياتي ليك وصباح الفل عليك، وان شاء الله باذن الله. على وبنهني انفسنا على الحاجه الجميله اللي حضرتك عاملها دي، القناه كلها اللي عاملاها مشاركه فيها، ما تحسبش لي انا لوحدي، لا تحسب للجميع، وان شاء الله باذن الله اللي جاي اقوى وافضل يا كابتن شريف، وصباح الفل عليك. صباح الفل، تحياتي ليك. كابتن شريف فاروق، مقدم برنامج بدون اهداف يوم الجمعه الساعه 8، تحياتي ليك. طيب معانا هبه، ماشي يا هبه، صباح الفل.
صباح الفل عليك يا استاذ هبة محمد، زميلتي صباح هبة التفاؤل، المصري مقدمة برنامج بنات حواء. صباح الفل عليك. صباح الفل عليك. انا طبعا شرف ليا ان انا اعمل المداخله دي دلوقتي، وبقول لحضرتك الف الف مبروك على الانطلاقه الجديده دي، وطبعا حضرتك دايما بتوعدنا بالتقدم دايما بالحاجات الجميله اللي احنا بجد بجد، يعني انا بقالي يعني داخله في سنتين مع حضرتك اهو، وده ودايما يسعدني جو ويشرفني. ميديا، دايما جو ميديا بجد، يعني احنا فخورين ان احنا تحت رعايه جو ميديا وتحت رعايه استاذ محمد رمضان، بجد بجد يعني احنا مش عارفين نقول لحضرتك ايه، دايما دعم لكل برامج جو ميديا، ربنا يوفقك دايما يا رب. ربنا يخليك يا هبة، وكل الدعم لكل البرامج اللي موجودة في قناة الصحة والجمال. الصحة والجمال هي جو ميديا، وجو ميديا هي الصحة والجمال. احنا الاثنين شيء واحد، كيان واحد، عايزين نقدم حاجة كويسة، عايزين نقدم حاجة شكلها كويس، وان شاء الله بإذن الله اللي جاي اقوى وافضل بكتير، وان شاء الله بإذن الله اللي جاي هيكون في مفاجآت اكبر واكبر. وصباح ان الفل عليك شاء يا هبة، الله ان شاء الله، وتحياتي ليك. مش عايزة والتقدم تقول دايما رسالة يا استاذ لأحد؟ محمد. والله انا بشكر كل القائمين على يعني الشكل الجميل ده، وبجد بجد احنا بنشكر كل اللي تعبوا، انا عارفه طبعا انتوا كلكم تعبتوا قد ايه، وانا كنت بشوف بعيني كل الحاجات اللي انتوا كنتوا بتعملوها علشان ان احنا نطلع بشكل لائق وبشكل جميل، يعني يبقى اسم صحه وجمال دايما في تقدم دايما يا رب، وربنا يوفقكم دايما. ان شاء الله باذن الله، شكرا جدا، واللي جاي اقوى وافضل. هبه صباح الفل عليك. ان شاء الله، تحياتي شكرا، هبه المصري مقدمه برنامج بنات حواء يوم الاحد الساعه 5. طيب اخويا برضو، اخويا وصديقي وصاحبي والداعم، واللي دايما برضو بستشيره في حاجات كتيره، واللي دايما بنفضل نتكلم بالساعات كده، بناخد راي بعض في حاجات، اللي ما انساش وقفته معايا دايما، كابتن احمد. يا صباح الفل حبيبي الغالي، منور الدنيا، ايه الجمال ده، والف مبروك عليك، والف مبروك على كل مقدمي برامج الصحة والجمال، وكل الموظفين وكل العاملين وإدارة القناة، حاجة تفرح وحاجة تشرف بجد، الف الف مبروك على الجهد الجميل والمنظر اللائق بقناة الصحة والجمال اللي ظهر بيه النهارده يا استاذ محمد. الله يخليك يا كابتن احمد. كلام يعني مش عارف اقول لك ايه، بس انت من كتر الناس اللي عماله تزق في الواحد، يلا نعمل، يلا سوي، ايه رايك، ايه رايك، احييك. ودي ده شهادة، حقك، لازم اديهولك. لا شهادة حق يا أستاذ محمد، أنت من الشباب بصراحة بجد المحترم اللي صاحب مبدأ وعنده مبدأ في شغله وشايف مصالحه كويس قوي، وأكيد ربنا هيدي لك أكتر وأكتر، وده إن شاء الله عهدنا معاك إن أنت أقوال وأفعال لا أقوال. حبيبي يا كابتن أحمد، المهم أنت عامل إيه في الكورونا؟ الكورونا انا ملتزم بالحظر، يا ريت شعب مصر بقى يلتزم معانا بالحظر، والله يا استاذ محمد طيب برضه، بس انت كحد بيقدم برنامج، ما انت مستثنى شويه برضه، ما تهربش من جماهيرك كده، عايزينك. انا النهارده بجد لازم اقدم رساله لشعب مصر يا استاذ محمد، اسمح لي اتفضل بس في دقيقه. اتفضل. انا لازم نفتخر ان احنا عندنا رئيس بحجم وقيمة حقيقي، السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. حقيقي النهاردة مصر بقالها اليد الطولة، مش داخل مصر بس، لا في العالم كله، الحمد لله الخريطة بتتغير وبتثبت الأيام، إن أما السيد الرئيس قال لنا إن إحنا هنبقى قد الدنيا، الأيام بتثبت للعالم كله إن مصر إن شاء الله بعد الرسائل الطمأنينة من الأب الحنون المحترم اللي بيحب شعبه، طمنا النهارده وادانا رسايل كتير قوي 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 النهارده. حقيقي انا مش عارف بجد اقول للراجل ده ايه، احنا لو اتكلمنا في حق رئيس الجمهوريه النهارده مش هنقدر نوفي حقه، ولكن الحمد لله اللي احنا عندنا جيش محترم، شرطه على قدر المسؤوليه، الجيش الابيض اللي ظهر لنا فجاه، حقيقي وزاره الصحه حاجه ولا اروع، لا محدش بيدخر جهد في خدمة شعب مصر، وإن شاء الله بأمر الله هي غمة وهتروح زي ما بيقولوا، يعني إن شاء الله بأمر الله بتكاتف الشعب، ولكن ليا رسالة لشعب مصر، يا ريت نلتزم نلتزم واجلس في بيتك عشان نعدي الأزمة دي. هتعدى يا كابتن أحمد، وأنا أحيي وزارة الصحة النهاردة إن هي أعلنت إن أي حد بيبعت أي استفسار أو أي سؤال أو أي حاجة محتاجها
يعرف ايه الوضع فيها بيتم الرد عليها فوري فوري فوري. ازمه هتعدي يا كابتن احمد، وان شاء الله باذن الله احنا كرئاسه وحكومه وجيش وشرطه والجيش الابيض الاطباء وزاره الصحه احييهم باذلين جهد خارق وغير عادي، هنعدي الازمه دي واحنا معاهم، والشعب المصري معظمه واقف واقفه بجد عشان الازمه تعدي. وصباح الفل عليك يا كابتن احمد. قبل ما اختم يا استاذ محمد لازم برضو بعد اذنك اديني بقى فرصتي بقى النهارده اطلاله جميله للصحه والجمال، فلازم اخد فرصتي يعني. اتفضل. انا النهارده بفتخر بحاجتين، بفتخر ان انا جندي من جنود شعب مصر تحت قياده الرئيس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، وكمان بفتخر ان انا عضو من اعضاء وكاله جو ميديا اللي حضرتك يعني بنتشرف كلنا ان انت رئيس مجلس اداره جو ميديا وقدرت توصلنا للمستوى ده. فانا واحد من الناس بعلن على الهوا دلوقتي، انا فخور جدا 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 ان انا مصري، وفخور جدا 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 ان انا بعمل تحت قياده جو ميديا. ربنا يخليك كابتن احمد، انت اضافه لاي مكان واضافه لاي حد، ده شيء يشرفني وده شيء يسعدني ان انت تكون من ضمن وكاله جو ميديا. بس برجع اقولها برضو، جو ميديا والصحه والجمال مفيش حاجه اسمها جو ميديا، مفيش حاجه اسمها الصحه والجمال، الاثنين واحد. احنا ما مجرد وكاله بتنفذ خطه اعلانيه او جزء من الخطه البرامجيه، والاداره ليها كل الدعم في توفير كل الجهد من كان اداريين او موظفين ان احنا نطلع بالشكل الجميل ده. من كابتن احمد سعيد لزميلي برضو الباشمهندس الباشمذيع، يا صباح الفل يا عبد الرحمن. صباح الخير عليك يا استاذ محمد. الجمال ده يعني فعلا الشغل والمجهود اللي بذلتوه باين من اول يوم ما كان هيبقى فيه تطوير، وانا كنت متوقع جدا ان هتوصلوا لشيء جميل جدا. شكرا جدا ليك وللرؤيه الفنيه اللي انت حطيتها وكل المجهود اللي عملوه كل اللي احنا حطيناها الصحه والجمال. ايه اللي احنا حطيناها؟ طبعا اللي انت حطيتها فعلا. عامل ايه يا باشمذيع؟ الحمد لله تمام. انا حابب برضو ان انا من خلالك ان انا اقول ربنا يزيح الغمة دي وتعدي الأزمة اللي احنا فيها، والشعب كله يعني يصمد في الحظر. هو القعدة في البيت يعني انا عايز اقول لك بقى من الطرائف اللي حاصلة معانا، طبعا احنا لمدة ساعة على الهواء بيت عبده وشيمة بتشوفوا اللي بيحصل فيه اكيد. لكن انت تخيلوا بقى ايه اللي بيحصل واحنا في الحظر في البيت. ربنا يخليكم لبعض ويحفظكم لبعض. انتوا من الشخصيات الجميله جدا اللي بعزها جدا وبحترمها جدا، ومن الشخصيات اللي فعلا طموحه وعندها هدف وبتحققه. يعني شكرا على الكلام الجميل يا عبد الرحمن. برنامجك من البرامج القريبه لقلبي جدا وبعزها جدا وبحترمها جدا، فيها حاجه كده اكني انت عامل شيء وبتبنيه فشايف النتاج بتاعه، فده شيء بيسعدني جدا. وتحياتي ليك وتحياتي لشيمة وصباح الفل عليك. من عبد الرحمن. طب زميلي وكابتن محمد عطية، صباح الفل عليك يا أستاذ محمد. صباح الكمال، مساء الأنوار على عيونك وعلى عيون الصحة والكمال وعلى الأستاذ محمد رمضان. حبيبي يا عطية، مساء صباح الفل عليك. احنا عدينا الوقت، انت ايه الأخبار؟ الحمد لله رب العالمين، كل سنة وحضرتك طيب والشعب المصري الكريم وأمة محمد والدنيا كلها في موقف وتعدى. في موقف لو تسمح لي أقوله، في مرة اتصلت بيك على الهوا. أنا أولا أنا بعتذر لك هو قدام الناس زي ما طلبت منك الطلب قدام الناس. كان يوم عيد الأم وطلبت منك تذيع أغنية كانت لعيد الأم، كانت في برنامجك، وانا عارف وعارف الـ 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 الاحساس اللي انت كنت فيه، ان الوالده متوفيه من اسبوعين. بس معلش اعذرني، انا اسف جدا على الموقف، لكن هي جت فيك، ده اللي انا عايز اقوله لك، فاعذرني في اليوم ده، بس ما كانش قدامي حل غيرك. يا استاذ محمد، اولا طبعا الحاجه الشخصيه حاجه، والحاجه العامه اللي احنا بنطلع ونكون بندير حوار على الهواء حاجه تانية خالص. المشاهد والناس كلها ما يعرفوش الحاجات الشخصيه اللي كل واحد فينا بيعمل ايه الداخليه عنده بالنسبه للحاجات اليوميه او عنده في البيت او حاجات ظروفه الشخصيه. احنا بنركن كل ظروفنا الشخصيه على جنب، الجمهور والناس ما
لهمش دعوه باي حاجه، هم شايفين ناس قاعدين بيتكلموا بيديروا حوار، الحال يا ترى الحوار ده صح ولا غلط، اهم حاجه الناس ليها طبع على الشاشه، لكن هم مالهمش دعوه خالص. وعلشان كده انا زي ما طلبت منك بشكل شخصي كان على الهوا، انا برضو بعتذرك بشكل شخصي على الهوا، ومش عايز تقول حاجه للي بيشوفونا دلوقتي. يا استاذ محمد اولا انت راجل محترم، الله يخليك، راجل بيقدر الشخص، سعيد جدا ان انا موجود مقدم برنامج موجود في القناه، وخصوصا في تحت شعار وشركه كوميديا. بجد ربنا يوفقك ويوفق القناه ويوفق كل العاملين بيها، ومبروك مره اخرى لكل العاملين وكل الناس الموجوده في كوميديا، وخصوصا في الصحه وكمال، ان هي فعلا الى الطريق الصحيح والشكل الجديد والتطور الجديد، واحنا فعلا الاصل وعلى الاصل دور. حبيبي حبيبي محمد رمضان، حبيبي عطيه، تحياتي ليك وصباح الفل عليك، وربنا يخليك على الكلام الجميل ده، وان شاء الله باذن الله اللي جاي اقوى وافضل بكتير ان شاء الله باذن الله. باذن الله حبيبي حبيبي. هاخد استاذه شيرين كمال، برنامج عيشها بسعاده، يا صباح الفل. صباح الخير يا استاذ محمد. عامله ايه؟ الحمد لله. ايه الجمال ده؟ الله يخليكي، بجد حاجه مشرفه والله. ربنا يخليكي يا استاذه شيرين، تحياتي ليكي. حضرتك كل خير. الله يخليكي، تسلمي، ربنا يخليكي، ويعني مش هنسى يا رب كده دايما في تقدم، وكل البرامج دايما في تقدم مع حضرتك. يا رب يا رب، اللهم امين. وانت من البرامج الجميله اللي بعزاها جدا يا استاذه شيرين، ومش هنسى برضو دعمكم انت والاستاذ شريف، دايما برضو بستشاركوا في حاجات وباخد رايكم في حاجات بحكم الصداقه، فيعني ربنا يخليكم دايما لينا كده ودايما متجمعين في الخير. معاكي مين الحلقه الجايه يا استاذه شيرين؟ معايا دكتور الام مفاصل وسنه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. انت واخده حته طبيه كده ايه ومع نفسك فيها؟ لا هغير بس هي الفتره ديت بس عشان لا هو ده وقتها، لا هو ده وقتها فعلا فتره طبيه لظل الازمه اللي هتعدي ان شاء الله باذن الله. بالظبط كده ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله كده هنشوف شاشتنا ان شاء الله اقوى شاشه ان شاء الله باذن الله، بكل اللي موجودين، بكل اللي موجودين من برامج، وكل اللي موجودين من الاداره، بكل اللي موجودين من الوكاله، بكل اللي موجودين فنيين، ان شاء الله باذن الله نوصل لاعلى واعلى واعلى ان شاء الله باذن الله. صباح الفل عليكي يا استاذه شيرين، وتحياتي ليكي وبالتوفيق دايما. معانا حد تاني؟ طيب ندردش شويه. ملاحظ ان ثلاث ارباع المداخلات او معظم المداخلات اللي اتكلمت بتتكلم على الازمه اللي احنا فيها، كورونا او كوفيد 19، بتتكلم فيها كل واحد بيتكلم فيها من زاويه او من جهه. انا هاخدها من اكتر من جهه، بس هبدا الاول بدور الدوله. دور الدوله من بدايه الرئاسه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش والشرطه ووزاره الصحه بصراحه واقفين وقفه تحسب لهم طول العمر. واقفين وقفه، واخدين خطوات استباقيه، واخدين خطوات عارفين هم بيعملوا ايه. الحمد لله الموقف عندنا مش خطر، الموقف عندنا حتى الان متسيطر عليه. يا ريت بس اللي مش ملتزم بالتعليمات اللي منزلاها الدوله يا ريت يلتزم بيها، ان كان من حظر او ان كان من عماله او ان كان من حاجات كتيره او ان كان من بيع او ان كان من شراء. دي من زاويه، فكل التحيه وكل الشكر لكل القائمين على الدوله المصريه حكومه ورئاسه. هخش بعد كده على الفيروس. سمعنا كلام كتير، اللي بيقول لك ده ما اعرفش مخططات ايه، واللي بيقول لك ده ايه، واللي بيقول لك اصل دي اقتصاد دول، واللي بيقول لك ده حروب ما اعرفش ايه. خلينا نبقى متفقين ان في فيروس في الجو، في فيروس بينتشر عن طريق الرذاذ، في فيروس بينتشر ممكن يعديني، ممكن يعديك، ممكن يعدي اي حد. حتى مهما كان سببه مين عمله حاجه يعني رساله من ربنا، ايا كان سببه ايه، بس خلينا نتعامل مع بعضينا ان انا ممكن اضرك وانت ممكن تضرني. يعني ممكن اكون انا حامل الفيروس اضرك، او ممكن تكون انت حامل الفيروس فتضرني. فكون حريص، انا ما بقولكش لا اتحبس في البيت او اقعد في البيت او خليك في البيت ما تنزلش خالص، لا انت انزل للضروره، بس حتى وانت نازل للضروره خليك حريص، حريص في الكلام، حريص في السلام، حريص في التعامل، حريص في التجمعات. ما تحاولش تتجمع انت وناس، ما تحاولش زي ما الاستاذ خالد سعودي بيقول لي في ناس يعني ايه عايزه تدور على اي حاجه تعملها كده بحيث انها تكسر النظام وتكسر الموضوع. هتستفيد ايه في الاخر؟
يعني استاذ خالد سعودي بيقول مدرس بيجمع 20 بنت او 20 ولد في حصه علشان يديهم حصه في الدرس. طب يعني اعتبر ان في حد منهم نقل الفيروس، اعتبر ان حد منهم عدى على حد وهو جاي الحصه دي الحامل للفيروس، ما كلكم رحتوا في داهيه، فياريت نلتزم بالموضوع. هم 14 يوم او طول حتى بقى أكتر من 14 يوم، طول حتى الشهر، أفضل ما نفضل شهور وشهور وشهور مش عارفين نسيطر على الموقف. عدى أيام كتيرة والحمد لله ماشيين بخطوة كويسة، فضل أيام بسيطة يا ريت نعديها برضو علشان نعدي الأزمة دي. من ناحية تالتة خالص، بشكر كل من ظهر بالمواقف، هنقول إيه، الجدعانة أو ابن البلد أو المعدن المصري الأصيل اللي ظهر في الوقت الشدة، من رجال أعمال، من أصحاب شركات، من أصحاب مصانع، من أصحاب عقارات، من أصحاب حاجات كتيرة، كل ما كان له مصلحة وبدأ يتعامل من الموقف بالفكر وبالعقل وبالمصلحة العامة. إزاي اللي تبرع، اللي ساعد حتى في تعقيم بعض الأماكن، اللي ساعد في مساعدات لبعض الأشخاص، اللي ساعد في نجيب بعض المستحضرات الطبية من كمامات وجوانتيات وبعض المطهرات، اللي ساعد في ان شاف عنده عماله كتيره بدا يخف العمل عشان انتشار الفيروس يكون سهل، حاجات كتيره كل من ساعد فيها انا بشكره جدا وتحيه لي. ده بالنسبه لموضوع كورونا. ممكن ناخد فاصل يا شباب؟ طيب ناخد فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني وصباح الفل عليكم، مكملين معاكم الحلقه الخاصه دي الخاصه بقناه صح وجمال، ندردش فيها شويه علشان يعني اشكر كل من تعب معانا الفتره اللي فاتت دي علشان نطلع بالشكل الجميل ده. معايا حد جندي مجهول بصراحه، يعني مفيش حاجه بطلبها منه وما بيتاخرش، تعب معايا كتير جدا، ومن الشخصيات اللي في القناة فعلا. ألو أنا عايز كذا، خلاص خلص الموضوع. نصر إيه رأيك نعمل 1 2 3؟ أنا قلت اسمه كمان. نصر صباح الفل عليك. نصر طار. نصر حد كده من الكلمتين اللي قلتهم مش موجود، يا ريت تجيبوا له تاني نصر يا شباب. نصر الشاهد، جندي مجهول من 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 اللي موجودين في القناه. جه نصر. يا نصر صباح الفل عليك. صباح الفل يا استاذ محمد، الف مبروك الانطلاقه الجديده. الله يخليك. وانت طبعا يعني اصلا ابن من ابناء القناه الاساسيين يعني والاعمده بتاعت القناه. ربنا يخليك. انا بصراحه يعني ده نظرتي فيك من زمان، ان انت يعني شخصيه محترمه جدا وبتحب القناه جدا وراجل يعني قلبك على القناه وعايز تعمل شغل وعايز تعمل للقناه يعني شغل جديد، عشان كده ربنا يوفقك وان شاء الله القادم افضل. يعني الف الف مبروك يعني الانطلاقه الجديده. ربنا يخليك يا نصر. انا منكرش اللي انت المجهود اللي انت عملته. طب قول لي بس انت في الديكور الجديد ده انت عملت ايه يا نصر؟ قول لي كده الحاجات اللي انت عملتها، بس قول بصراحه. انا كنت شغال معاكم بقلبي يعني، يكفي يعني. بقلبك ما عملتش حاجه. لا نصر، كلنا والله نصر، كل العاملين في القناة نصر، وكل الناس كلها بصراحه يعني بيحبوا القناه جدا، وكل الناس كانت بتشتغل بقلب ونفسها القناه تبقى يعني انطلاقه جديده وشكل جديد، يعني شيء جميل فعلا. يعني الناس كلها جميله فعلا يعني. ان شاء الله باذن الله نصر واللي جاي اقوى بكتير جدا، وانت من الشخصيات اللي بعزها جدا في القناه، مجهودك واضح وعلى فكره هو صاحب فكره ان التبقى الارضيه بيضه في اسود كده، وهو على فكره من كان بيشيل بايده الارضيه دي وكان بيظبطها. ومش عايز تقول اي رساله اللي بيشوفونا يا استاذ نصر؟ بنقول لهم ان الصحه والجمال قناه لها تاريخ، قناه لها كيان، نحن الافضل دائما. ان شاء الله نقدم لكم محتوى جيد ان شاء الله باذن الله، ولن يكون على شاشه الصحه والجمال الا ما هو افضل ان شاء الله باذن الله. فقط يعني ان شاء الله باذن الله. صباح الفل عليك يا نصر، وتحياتي ليك واحلى تحيه عليك، ودايما متالق ودايما داعم لينا دايما يا نصر. حبيبي يا استاذ محمد. حبيبي حبيبي، صباح الفل عليك. طيب ماشي استاذ صفوت، صباح الفل. الو السلام عليكم.
عليكم السلام. استاذ صفوت صباح الفل. ازيك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ انت ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام يا فندم. استاذ صفوت العربي مقدم برنامج ابعاد اخرى، تحياتي ليكم. احنا شفت حلقه من حلقات الجميله اللي كانت يعني سردنا الموضوع كورونا والدوله والازمات اللي بتمر، وكانت من اقوى الحلقات اللي انا شفتها، وانت اضافه قويه جدا لقناه الصحه والجمال يا استاذ صفوت. ربنا يخليك يا فندم، تحت امر حضرتك. الله يخليك. يعني شهاده انا اعتز بيها يا فندم. الله يخليك. انت معانا على الهوا بقى، مش عايز تقول اي رساله للي بيتابعونا؟ انا طبعا يعني تحياتي لحضرتك وتحياتي للضيوف. انا مش شايف مين الضيوف اللي في لا الاستوديو. انا الواحد، انا عارف ان حضرتك مش متابع، احنا بس عاملين انطلاقه جديده بشكل جديد، فبنتواصل مع البرامج اللي موجوده في القناه، خصوصا البرامج المتميزه، وبنشكرهم جدا. بالتوفيق يا فندم لحضرتك، ويا رب دايما للقناه كلها. انا بتمنى لها التوفيق طبعا، ولكل الزملاء التوفيق، وبتمنى الامان لمصر طبعا، وربنا يعني سبحانه وتعالى يطلعنا من هذه الأزمة على خير يعني. يا رب إن شاء الله. يا رب يا رب إن شاء الله. وكل الإعلام طبعا عليه دور مهم جدا في التوعية، وفي إن احنا نوصل يعني نأدي الدور الإعلام اللي هو المفروض يتعمل، الدور الإعلام اللي هو إن احنا رسالة رسالة للمجتمع. صح. تعليم، نعلم الناس، نحاول نغير سلوكيات الناس، نحاول إن احنا يعني نعلم أهلنا الحاجة المفيدة ليهم، اللي هو تحافظ عليهم وتحافظ على بلدنا، نطور بلدنا ازاي. احنا نفسنا نبقى زي الدول الكبيرة، المصريين كلهم نفسهم يبقوا زي الدول الكبيرة، نفسهم يبقوا مصر دي دولة عظيمة، وهي فعلا دولة عظيمة. اكيد دولة عظيمة. وهي الحمد لله واقفة جد، وظاهر ان احنا في وقت الشدة بنكون واحد، وفي وقت الشدة بنقدر نعديها، واحنا كمصريين لينا طبع خاص، وان شاء الله بإذن الله أزمة وهتعدي هتخلينا اقوى واقوى واقوى. تحياتي ليك يا استاذ صفوت. تحياتي ليك وصباح الفل عليك. شيماء صباح الفل. فل يا استاذ محمد. ازيك يا باش مذيع؟ عامل ايه؟ الحمد لله بخير. ايه الاخبار؟ مبروك على الانطلاقه المتميزه دي. الله يخليك. كده في التقدم وفي الامام دايما. ربنا يخليك. انت تستاهل كل خير يا استاذ محمد، فبجد انا مبسوطه جدا ان انا شفتك النهارده، وما شاء الله بالانطلاقه المتميزه دي، فدي حاجه تشرف ان احنا مع وكاله هو ميديا قناه الصحه والجمال. تسلمي يا شيماء، انت الاضافه لاي مكان، وبرنامجك زي ما قلت الباشمهندس عبد الرحمن من البرامج القريبه جدا لقلبي، من بيت شيما لبيت عبد وشيما. كل توجيهاتك يا استاذ محمد. والله الله يخليكي. الله يخليك. عامله ايه في الكورونا الاول بس في الحظر؟ والله يعني انت زي ما طبعا عارف وكلنا عارفين الحظر يعني وعمايله، بس الحمد لله خلينا زي ما احنا، ولازم يعني خلينا الحظر زي ما احنا، ولازم يعني نكون في البيت زي ما هم قايلين، هو ده الصح. وانا برضو رسالتي لمصر يا استاذ محمد، نخلي بالنا من نفسنا، وان شاء الله هنعدي الازمه دي، والحمد لله احنا برضو كلنا ايد واحده. وحقيقي ظهر ده طبعا في اللي احنا يعني الفتره اللي فاتت، شفنا كلنا ايد واحده، كلنا مع بعض، والرجاله فعلا رجاله مصر كلها بتظهر في وقت الشده فعلا. نعم فعلا فعلا. فان شاء الله باذن الله ازمه وتعدي، واحنا ان شاء الله قدها، واحنا اقوى من اي حاجه، وان شاء الله الحمد لله. عشان نحمد ربنا ان احنا يعني مصر الحمد لله افضل بكثير من دول بره، فاحنا لازم نحافظ على ده، ولازم التعليمات اللي سياده الرئيس برضه بيقولها ووزاره الصحه، لازم نعمل بكل دول، لازم نخاف على نفسنا ونخاف على اولادنا ونحافظ عليهم وعلى اسرتنا، فلازم ناخد بالنا برضه يعني من كل حاجه حوالينا. اكيد، وان شاء الله باذن الله في كتير من الشعب المصري واخد باله، احنا بس رسالتنا للبساط النسبه البسيطه اللي مش واخده بالها، اللي هي مستهتره بالموضوع. ابوس ايديكم، خلي بالكم من نفسكم. صباح الفل عليك يا شيماء، وتحياتي ليك وتحياتي البرنامج بتاع عبد وشيم. معانا مين؟ دكتور علاء. طيب نكمل. طبعا الرسالة اللي أنا قلتها اللي فاتت كانت عن، أو اللي قالتها شيماء، كانت عن مش واخدين بالهم من الموضوع، نسبة قليلة جدا مستهترة بالموضوع، لسه ما زالت بتنزل، وبتنزل في تجمعات، وبتنزل لمصالحها الشخصية. كن حريص علشان وقت الندم هتزعل يعني. يا ريت كلنا زي ما في نسبة كبيرة مننا ملتزمة بالتعليمات اللي بتقولها وزارة الصحة، والتعليمات اللي بتقولها الدولة، والتعليمات اللي هي لمصلحتنا احنا، خايف علينا احنا علشان نعدي لبر الامان في الازمه دي. يا ريت النسبه البسيطه اللي مش واخده بالها، يا ريت
تراجع نفسها وتراجع قراراتها. طيب نتكلم عن بعض الأشخاص اللي ساعدونا هنا. أستاذ وليد عمارة مخرج الحلقة من أكثر الناس اللي حطت رؤية فنية هنا من ألوان ومكان ونحط الشاشة فين ونحط المكان ده فين ونعمل إيه. أخيرها مبارح كنا مروحين الساعة تقريباً 8 الصبح علشان كنا بنحط بنفنش الفنش الأخير للديكور. ويا ريت أستاذ وليد بس لو يركب مايك ويجي لي بقى عشان عايزه. تمام. أخش بالشكر أسامة. أسامة ده مهندس الديكور. أسامة بيومي. أسامة بيومي من الناس اللي اتفرمت معايا زي ما بيقولوا. بقيت أكتر من 3-4 أيام برا البيت. وتعالى يا أسامة هنعمل المكتب بالشكل الفلاني. حاضر. يسهر ويبات ونعمل. أسامة بص احنا هنعمل هنا الشكل الفلاني. أسامة بص احنا نحط الشاشة. أكتر واحد بذل مجهود في الديكور فعلا كان أسامة بيومي. أحييه. ولو يقدر برضو في آخر الحلقة يخش أنا عايز أسلم عليه قدام الناس كلها وأشكره علشان ده يستحقه. قبل ما أكمل شكر البيت الناس أحب أخد أخويا وصديقي وصاحبي وحاجات كتير قوي كتير قوي كتير قوي كتير قوي. يا أستاذ طارق صباح الفل عليك. صباح الخير يا استاذ محمد والف مبروك. ديكور جميل جدا وشيء جميل جدا وابتسامتك الحلوه على الشاشه يعني جميله. ربنا يخليك. وشيء جميل جدا بس انا عاوز اقول لك احييك على حاجه جميله جدا ان انت بتنسب الفضل لاصحابه. يعني انا شاهد انا عاوز ما كنتش عاوز انزل الصور اللي انا واخدها لحضرتك وانت بتصنع بايدك المكتب. وانا حقيقه بقول للساده المشاهدين يعني لو سمح لي استاذ محمد انزل الحاجه دي هنزلها لاني حقيقه انا طبعا وده يعني كنت ممكن انزلها ما كانش هيزعل بس انا دايما احب احط المبدا ان انا استاذن صاحب الشيء قبليها. فانت بصراحه يعني اديت يعني كنت شغال بايدك وبتعمل والديكورات وبتعملها بايدك وده بيؤدي لايه؟ ان انت بتوري لكل الزملاء اللي موجودين ان مش حتى لو انا رئيس لكن انا في نفسي في البدايه انا بشتغل معاكم ايد بايد يعني. والحقيقه كمان زميل اسامه اللي اشتغل مع حضرتك ده انسان مخلص وانسان جميل جدا وانسان عامل يعني شغل مع حضرتك يعني. لكن انا غيران بقى منك بصراحه. ليه طيب بس؟ لا انا اقول لك ليه؟ ده انا بتعلم منك يا استاذ طارق. لا 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 احنا اللي لا بتعلم منك والله. لا 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 احنا اللي بنتعلم منك يعني انا اساسا انت عامل الشاشه والحاجات الجميله دي جدا في فاحنا طمعانين ان احنا نطلع مره بيها بقى يعني كده يعني للجميع والله للجميع للجميع مش لبرامج لبرامج لا للجميع احنا للجميع والله احنا واخدين ولسه اللي جاي اقوى واقوى واقوى. انا عارف ان شاء الله ان الجاي هيكون اقوى ان شاء الله. انا بس امنيتي يعني الحقيقه الشاشه بتتطور وكل ده جميل جدا بنشوفه التطوير ده على الشاشه. وطبعا جو ميديا يعني الحقيقه بتعمل شغل كويس جدا وعامله شغل ودايما بدات تاخد الفكر الجميل جدا اللي هو ان مش اي برنامج بيطلع لا ايه هو البرنامج ومضمونه وايه دي عشان ترجع قناه الصحه والجمال الى ايه عهدها الذهبي. وانا اعتقد ان عهدها الذهبي هيكون ان شاء الله باذن الله هيكون في ايديكم جو ميديا يعني وهتعمل شغل كويس جدا. ولكن انا سعيد جدا 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 بالشكل الجميل الديكور الجميل ببساطته رغم ان هو مش بيتكلم لكن شيء جميل جدا بيبهر العين وبيبهر فيه وتخلي همشيها مش متكلف ده يا استاذ طارق حاضر. ده بصراحه شغل كويس وشغل جميل وانا عشان كده انا حابب ان انا يعني كنت لو والله لو يعني كنت قلت لي تعالى كنت جيت بس بقى هنعمل ايه بقى. تنورني في اي وقت يا استاذ طارق وانت استاذي اللي بتعلم منك دايما كلام. انشر الصور براحتك انا عادي جدا. انا من النوع اللي بيعمل بحب اعمل بايدي بحب اشتغل بايدي. اللي قريبين مني عارفين جدا كده انا بحب ممكن لو في حاجه قدامي بروح انا اشتغلها بايدي طالما انا شايف
شايفها برؤيه معينه ان انا اعرف اعمل الشيء ده بعمله. انا بحب شغلي جدا، ولما بحب شغلي بحب انفذه زي ما اكون انا عايز، واحيانا باخد وقت او مجهود علشان اوصل اللي قدامي انا ايه اللي في دماغي عايز اعمله. فلو شرحت له مره او اتنين لقيته مثلا مش واصله له الفكره، لا بشتغل انا بايدي ايا كانت. استاذ طارق انا بتعلم منك كتير جدا، وتحياتي ليك وصباح الفل عليك. ومش هنفع اسيبك الا لما تقول رساله للي بيشوفونا دلوقتي. رساله بنقول لهم رساله تفاؤل. احنا النهارده في ليله منتصف شعبان، ويعني خلاص الليله عدت، لكن اللي ما لحقش يصلي صلاه كل سنه وانت طيب يا استاذ طارق. نعم كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا استاذ محمد، وكل قناه الصح والجمال وعيلتك كلها هم بخير ان شاء الله يا رب. انا الرساله اللي انا بحب ان انا اوجهها لشخصين. الاولاني لجمهور قناه الصحه والجمال، وبقول لهم تابعوا قناه الصحه والجمال، هتلاقوا كل ما هيفيدكم، وسواء اجتماعيا طبيا سموها زي ما تسموها. وما تنسوش ان احنا ندعي ان ربنا يبعد الوباء والبلاء عن الامه الاسلاميه، وان شاء الله تكون رمضان يخش علينا، وان شاء الله وربنا يكون راضي علينا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. الحاجه الثانيه بوجه رساله لحضرتك والفريق العامل وحما حضرتك. يعني حقيقي ده حماية ليه رساله خاصه في سايبها في الاخر انا. لا انا قلت بقى فيه، لان الحقيقه لحضرتك ان انت انسان مهذب ومخلص وصريح وواضح. ربنا يخليك. بنشكر برضه الاستاذ عبد الحميد توفيق ايضا، والاستاذ ولي، وكل من بيعملوا معاكم، وبنوجه لهم التحيه ونقول لهم كل سنه وهم طيبين. يا كل سنه. ولحماك بنقول له يعني احنا نفسنا نشوفك بقى، ونفسنا تيجي في مصر، ونفسنا استضيفك في صحبه وانا معهم، لان انت عندك نبع كبير جدا من الذكريات والكلام الجميل اللي احنا نستضيفك فيه. ومش عشان انت حمام محمد، لا انت محمد بيعتبر ان حضرتك والده. ده والدي. ده والدي. والحقيقه يعني بيشكر فيك جدا. وانا عاوز اقول لك انا نفسي من الكلام الحلو اللي بيقوله دايما عليك الاستاذ محمد رمضان، انا نفسي ان انا اشوف حضرتك. هيجي. وانا ليه عزومه عندك هيجي قريب، ادعي له بس عشان هو عامل عمليه امبارح. ادعي له بس، هو كان عامل عمليه امبارح وانا قصرت معاه والله لظروف الشغل وظروف الحظر ما قدرتش اروح له، سواء عرفني متاخر. فادعي له بس كده ربنا يقومه بالسلامه ويرجع لنا بالسلامه. وهو وعدني ان اول ما يقوم هينزل عندي يقعد اكتر من يوم ان شاء الله، ونشوفه ويجي بقى في احنا نعمل له عدله السمك بقى. والله لو انت جرب، لو عرفت تعملها معانا. حاولت اعزمه مليون مره ما عرفتش، هو كل مره اللي بيعزمني. لا 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 احنا بقى المره دي هو جاي في ارضنا في ملعبنا. لا ما بتجيش بقى. ده شيء يسعدنا ويشرفنا استاذ طارق. كل سنه وانت طيب يا استاذ محمد. الله يخليك. وان شاء الله تعود عليك الايام. ربنا يخليك. تحياتي للملكي وتامر ان شاء الله. تحياتي ليك وفؤاد، علشان بس ما انساش حد. وفؤاد. تحياتي ليك استاذ طارق، صباح الفل عليك. طبعا. استاذ فؤاد اتصل بيا وقال لي حضرتك لو نايم فيه، قلت له لا طالما الاستاذ محمد رمضان ده انا اقوم بالنوم. ربنا يخليك يا استاذ طارق، انت اخويا ودايما استاذ اللي بتعلم منك. تحياتي ليك وصباح الفل عليك واحلى تحيه.